اللي هنادي عليه يا جماعة واحد يطلع لي فوق. جاهزين؟ يلا. اللي اشتغل معايا وطلع ناد، اللي دخل عندي واتكلم عليا، اللي قريبي ومستكتر على الخير، اللي بتاع حوارات ومعرفش اشتغلني، اللي عرفني عشان مصلحته، اللي عطفت عليه وسرقني. يلا. اللي معايا بوشه ومن ورايا بوش جدع، اللي بيقعد معايا ومش جواه صافي. شاطر. يلا يا جزء.